عسلامة. مرحبا. هات منا روح. اسمي صالح. صالح، مرحبا بيك مسيو صالح. خلينا نحكيو شوية على المواطن التونسي، كيفاش يقتصد عام كامل باش يوفر مصروف الترفيه للصيف؟ ما نجمش، على حساب الغلاء هذا ما نجمش. صعيب ياسر؟ صعيب ياسر. مالا كيفاش؟ شي مازال يغلو. البحورات معبية. ما شاء الله، هذاك نعيشوا في الخارج هذاك. توانسة، معناها مقيمين في تونس. زوالي ديما ما نجمش. زوالي ديما ما يخلطش. على حساب حساب المعيشة وحساب الغلاء هذا ما نجمش. بكل صراحة. كل قدير وقدر. مالا كيفاش يترفه الزوالي؟ مسكين ما نجمش باش يترفه. لا تنجم تترفه بامكانيات بسيطه يعني. كيف اختي؟ نجم تمشي للبحر عادي يعني من غير ما. ثم مصروف. باش تهز الصغار ثم مصروف. فهمت اختي؟ ثم مصروف. هزينهم وجبانهم وماكلتهم ثم مصروف. زيد مع انسان كاري ما يخلطش. مع المعيشه هذه ما نجمش يخلط. هي مش كان الصغار يحبوا يترفوا، حتى الزوجة وانتي صعيبة شوية يعني. سنة جملة ما همش في بحر وصغارك. جملة نعطيك أنا من الأخ جملة. عليه؟ الوقت صعب. شي نجم يفضل باش يمشي ويتفرهد وما نجمش. ما نجمش. قد عمراتهم؟ بالنسبة لصغاري والله يحبوا هم. اكيد اكيد ومن حقهم زيدا يحبوهم، على غالب ظروف ما تسمحش. باش نحكي معاك اخر دونك قلت لهم لا تو نوب ربي يهزكم، يلزم واحد يصبرهم. اي وانت باش تهزهم ولا لا؟ بقدرة الله نعمل مجهود على خاطر الصغار نهزهم. اي على خاطر الصغار يعني. التونسي اليوم ما عادش يفضل حتى شوية مصروف يعني؟ لا شيء، كل يوم في الزيادة، كل يوم في الزيادة. فرينة ما ثمش، خبز غالي، يعني السكر ما ثمش، الشيء غالي. اليوم ناخذ بسوم، غدا نلقاه بسوم. ما عادش يخلط الزوالي، ما عادش يخلط. مسيو هذا الكل ما أثرش على حياتك العائلية؟ يأثر. يعني يأثر. مع علاقتك بزوجتك يعني؟ كلنا على أعصابنا. خاطر الزوجة زادة تحب تخرج زادة و... لا هي عاذرة، عاذرة. أنا تخدم زوجتك ولا؟ والله خدمة، خدمة بسيطة مش يعني. خدمة يعني فيش دخل شهري باهي هكا؟ لا لا، شهري على قد الدار يعني. كارين أنتوما؟ إي كي نتعاونوا فهمتني ونوكل وقت الصغار ونلبس الصغار الحمد لله من عندهم. الحمد لله. كاو مي الصغار في الصيف لا يدخلوا ولا يخرجوا ولا حد شيء؟ ما يدخلوش كل صراحه. حاول كيفاه نهزهم ونعير وكاو. قلقوا تقلقوا اكيد ولا لا؟ قلقوا فعلا. بابا هزنا يزيد يشوف ولاد جيران وفهمتني يعني. فما امكانيات بسيطه راه تنجم يعني تنجم تهزهم. مصروف يا اختي يعني حتى البسيط ماكش قادر عليه. لا ما كلمش على اختي، هذاك هو الصحيح. ياسر كنا قبل صحيح، اما توا ان شاء الله البلاد تولي خير وان شاء الله هذاك امنيتنا. انت قلت لي تخدم يعني في خدمه بسيطه وزوجتك زاده في خدمه بسيطه، دونك كيفاش قاعدين تقسموا هكا في الادوار في المصروف في تربيه الصغار؟ ماك تعرف صغار عندهم برشا مصروف والكري هكا عرفت قضيه. انت يا ما شاء الله عليك عرفتي الصغار اللي هم عندهم مصروف. كيف تحبني نترفع ونهز العائله سلا ربي. كيفاش مقسمين الادوار انت وزوجتك؟ والله يعني كل واحد شنو هو يعمل؟ شنو هو دوره؟ والله الاغلبيه نتقابلوا في الليل باش يطيبوا لهم للغدوه. فهمت كيفاه؟ يعني الماكلة معناها تخدموا في النهار الماكلة طيبوها في الليل. يعطي الصحة. الغدوة. الغدوة. إيه؟ وتعبين تعبين. أكيد. باقي تعبين. إيه. ربي يصلح بها البلاد هذيا وكاو. وقادرين يعني توفروا كل شيء في ظل الغلاء هذا الكل؟ بقدرة الله. بقدرة الله. كي نخطوا على المعيشة يسمى سلكناها. المعيشة اللي هو شنو؟ المعيشة. يعني المواد الغذائية الضرورية مقطوعة. مقطوعة.
يعني حتى عندك فلوس ما غالية غالية ما تشريهاش ما فماش خاطر غالية 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 يا مدام غالية كل شيء غالي وكل يوم في الزيادة اي زوالي مع شيخ بصراحة اكل حاجات يسحب ويمشي هو البحر ويهز عيلته على الصغار على خاطر الصغار باش ما يقلقوش باش ما يفدوش يعني حاجة مهمة هذه ان شاء الله ان شاء الله هكا ولا ان شاء الله فما مواد غذائية مفقودة كيفاش قاعدة توفر فيها؟ والله هي مفقودة يعني توصي شكون خلي لي باكوروس خلي لي باكو سميد هكا لا فقدنا تو كيما التوانسة يعني فقدنا تو ما عادش باش نوصي العطار يعني ما عادش نسحقوا لهم هذاك لا سي ما عادش نسحقوا اللي كنت حشروا على الخبز حمد من عند ربي يعني وكان ما نمشيش الصباح ناخذ الخبز في العشيه ما صاي وفاه مش موجود مش موجود معناها اللي كنا نحكيوا عليهم اللي هما ضروريات ولاو حكايه فارغه ما عادش حكايه فارغه استعمل السكر ما يساعدش كيما السكر مثلا باش تعوضوا هي مش كنت صغار السكر صح في قهوتهم في خبزه جاتو حاجه هكا صح مخلوق وعندي بنية دي كابي على خ. دي كابي. دي كابي على خ. إن شاء الله ربي يشفيها. وبدنين وصحيح. نعم نعطيك الصحة. هذاك علاش قلت لي أنت تحب تمشي للبحر وكذا. باكو دواء 145,000 باكو دواء. عندك صغار أخرين ولا؟ عندي صغير. عندي ولاد. لاباس عليه؟ لا لاباس. لا الولاد لاباس. لاباس. يعني قاعد معناها تقول أنت دواها واحتياجاتها أهم برشا. أهم برشا ودواها غالي ياسر مسؤولين هذا معروف تاع السكر حاشيه فهمتي باكو طابليت الكوشه نتاعها وهي كبيره برشا مصروف قداش عمرها؟ تو عمرها 17 سنه ويعطيها الصحه امها اللي واقفه معاها وقايمه بها دونك هذا السبب اللي يخليك انت ما تفضلش من فلوسك جمله اي هذاك علاش انسان ما عادش ينجم يفضل وما عادش ينجم ياكل حاجه باهيه وما عادش فهمتي بيسيو كان فما شكون يحب يعاونك ان شاء الله يعاونوك الحقيقه خاطرك تستحق خلي رقم الهاتف نتاعك باه تسجلوا تحتك ولا تبيع 25 835 884